صلى السور. شكرا للزميل مطلق بن سعد. رفعت الرايه، فتحت البوابات لسادس اشواط الحفل الثامن عشر. جياد المستورد تتنافس ريفستار ريسش مودريش ومنجوزي وساء، والمنتج محليا سهم سلطان وزندار وهاي برو وامباكت بوينت ووي اون دراجون والخطيب. والانطلاقه تبدا مع مودريتش يقود السباق في هذه الاثناء في متابعه من منجوزي الى ثاني المراكز، ونشاهد ايضا الخطيب في غمار المنافسة والانطلاقة. هنا نشاهد إذا ريف ستار حصان الأحمر إلى ثالث المراكز في متابعة أيضا إلى رابع المراكز من القادم من اليابان امباكت بوينت، وأيضا الخطيب إلى خامس المراكز. نشاهد هنا الانطلاقة لا زالت مع مودريتش القادم من أيرلندا يقود السباق في متابعة أيضا من منجوزي إلى ثاني المراكز، والأحمر ريف ستار قادم إلى ثالث المراكز يحاول الانطلاق في هذه الأثناء. هنا الانطلاقة إذا مشاهدينا متابعينا الكرام تذهب إلى منجوزي في هذه اللحظات يقود السباق القادم من فرنسا ابن بلانتر في متابعة أيضا من ابن سي ذا ستار. ريف ستار يحاول الانطلاق في هذه الأثناء، والخطيب إلى ثالث المراكز يحاول التقدم في هذه الأثناء، ونشاهد أيضا حصان الانتاج إلى سابع المراكز. والمنعطف الأخير الأمتار الأخيرة من عمر هذا الشوط. هنا نشاهد المنافسة الثلاثية غير محسومة حتى الآن، الخطيب يحاول التقدم وأيضا منجوزي يحاول منافسة ثنائية ومحاولات للدخول من هاي برو من الخارج. احذروا جياد الدخول في المسافات الطويلة. هاي برو القادم من بريطانيا ابن انتيلو ينطلق إلى المركز الأول ويسجل الفوز الثاني في سجله السباقي هاي برو لرفاعي صنة الغريبان تدريبات فواز الغريبان والقيادة العيسى القيضي. ألف مبروك.